الأمة إذا استغفرت تأتي الرحمة الإلهية في صورة أمطار، والأمطار جدا مهمة في الحياة البشرية في الحضارات الإنسانية. الآن الدنيا دا تتجه إلى أهمية الماء، العلماء يقولون، لاحظوا تصريحاتهم، الحروب القادمة حروب على شنو؟ حروب على الماء، المعارك القادمة مو على الأرض، هكذا يقولون، وإنما على الماء. الماء جدا مهم. يرسل السماء عليكم مدرارا، أمطار غزيرة، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، ويمددكم بأموال. إذا واحد يريد الثروة، إذا واحد يريد الرزق يستغفر الله تعالى. إذا واحد في يوم من الأيام وقع في ضائقة مالية يستغفر الله. إذا واحد أبطأ عليه الرزق يستغفر الله. هذا الاستغفار يؤثر في ويمددكم بأموال، هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث، وبنين. هنالك بعض الأفراد لا أولاد لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم. حقيقة البيت الذي لا ولد فيه بيت ميت. البيت اللي فيه ولد بيت فيه حياة، فيه حيوية. البيت اللي ما فيه ولد بيت ميت. أكو حل لذلك؟ نعم، العلم أحيانا يقول أنا بعد أنا قمت بما ينبغي، بعد أكثر من هذا أنا ما أقدر. إذن باب الطبيب يغلق، ولكن باب الله لا يغلق. ويمددكم بأموال وبنين. الإنسان الذي يريد البنين، يريد الذرية، يستغفر الله تعالى.